السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي الكريم الأستاذ إسماعيل، خريج من معهد العلوم الإسلامية والعربية في جاكرتا سنة 1997. مرحبا بك أخي إسماعيل، والآن أنت مدرب ومدرس في أكاديمية الشرطة، فأهلا بك وسهلا ومرحبا بك. أنت تعتبر ثمرة من ثمار هذا المعهد ومن ثمار جهود جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فتفضل أخي إسماعيل. نعم، شكرا جزيلا على فرصتكم. وصحيح أنا خريج من قسم الدبلوم العام لمدارس اللغة العربية لغيرنا تقينا بها في هذا المعهد، معهد العلوم الإسلامية العربية، في سنة 1997